مرحبا متابعي المربل، تواجدنا بإفراز الأساتذة طبعا التابع إلى مقاطعة الطوبة والنخيلة. في مدخل هذا الإفراز هناك أعمال تبليط جاي تجرى حاليا، ومثل ما جاء شاهد خلفي أعمال الحدل أيضا. نتعرف تفاصيل أكثر من الأستاذ محمد، حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يخليك، نوثق الاسم والصفر للكاميرا. محمد عبد الله، مهندس شركة أبابيل الهندسية في إفراز طوبة والنخيلة، إفراز الأساتذة. حياك الله أستاذ محمد، خلي نعرف اليوم الأعمال جاءت تجرى، هي جانشاد حدل إلى مدخل إفراز الأساتذة. بداية، هذا يعتبر هو المدخل الرئيسي لإفراز الأساتذة؟ نعم، هذا المدخل الرئيسي لإفراز الأساتذة وعرض 30 متر. وهناك مدخل آخر رئيسي قرب محطة الوقود البنزين خانة، ومداخل فرعية. يعني المداخل الرئيسية اثنين والفرعية اثنين. الرئيسية اثنين والفرعية اثنين. فرعية اثنين. بس هذا يعتبر الرئيسي قريب على شارع بغداد. بوابة. بوابة يعني. ايه. الآن أعمال نهائية هذه الطبقة الأساس والفاينل. طبقة الأساس. نعم. أسفلتية. ايه. للمدخل. بعد إنهاء طبقة الأساس الأسفلتية مع الشارع المحيطي اللي هو بعرض 20 متر. وسبقت إنهاء كافة أعمال السليفات للإنارة والقليات المطرية. تمت المباشرة بأعمال الأسفلت، الطبقة الأسفلتية ونهاها، والآن كما تشاهد إنهاء عملية الطبقة الأسفلتية للمدخل. أستاذ محمد، اللي قلت لي عرض الشارع هو 30 المدخل الرئيسي، جاء شاهد أيضا جزرة وسطية على جهة اليسار، هذه شو راح تكون، مقرنص ولا مساحات خضراء؟ مقرنص. أيضا راح يكون بإنارة للشارع؟ إنارة. إنارة لكل المداخل. نعم. إذا أستاذ محمد، شو تحب توصي المواطن للحفاظ على ما تم إنشاء لحد هذا الوقت يعني أو إنجازه؟ وصراحة هي كل هاي خدمة للمواطن إله، إيه، مثل أعمال التبليط، نصب المنالات الكهربائية، المقرنص، كل هاي المفروض المواطن يحافظ عليها لأن هي خدمة إله ومنظر جميل لمنطقته. إيه، فنوصي إنه يكون أتم الحرص عليها. أيضا راح يكون بعدين تخطيط مروري للشوارع الرئيسية المداخل. نعم، تخطيط مروري وأصباغ للأرصفة. إن شاء الله القادم أجمل. إن شاء الله. إذا أستاذ محمد، شكرا جزيلا، وإن شاء الله مكملين نقول تغطيتنا إلى إفراز الأساتذة لهذا اليوم. شكرا جزيلا. كل الهلا بك وسهلا. إذا انتقلنا إلى موقع آخر في إفراز الأساتذة، هناك أعمال تجرى إلى صب أو تثبيت القاعدة الخاصة بالإنارة. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. الآن أعمال اللي جات تجرى هي تثبيت القاعدة إلى أعمدة الإنارة. احنا حاليا نتواجد في الزون الثاني من إفراز الأساتذة. نعم. بعد إكمال كافة الأعمال الكهربائية المتمثلة بالميديوم فولتج واللاو فولتج، تمت الآن مباشرة بنصب قواعد أعمدة الإنارة للشوارع الرئيسية والفرعية. هذه القاعدة نقدر نقول هي طريقة حديثة بالعمل، يعني قبل حنشاهد يصبونها موقعي، هسه هي جاهزة وتثبت. نعم، هي طريقة حديثة، صب جاهز بدل عن الطريقة القديمة اللي صب موقعي، فهاي أرتب وأنظف وأسرع. شوفه يعني أسرع بالعمل. إيش قد تحفروا العمق حتى تثبت القاعدة تقريبا؟ العمق 80 بالعاده، اما ابعادها ف 120 120 للشوارع الرئيسيه. يعني القاعده تكون 120 120 صح؟ نعم. طيب نوع الاعمده راح تكون ديكوريه يعني انواعها، سولفنا عن الاعمده الاناره. احنا عندنا ارتفاعات مختلفه للشوارع الرئيسيه والفرعيه، الشوارع الرئيسيه راح يكون ارتفاعها 12 متر. نعم. اما الشوارع الفرعيه النوعين 7 و10. نعم. من مهم يعني اتمام نصب القواعد ان شاء الله؟ ان شاء الله خلال هالشهر هذا ان شاء الله. طيب بعد شو وقت تكون نصب العمود بعد ما ثبت القاعده تقريبا يعني؟ كم يوم بعد ما نثبت القواعد ويتم العمل على اتم وجه من نظافه وترتيب ونصب استقامه موحده، تتم المباشره بنصب الاعمده. نعم. جاي نشوف عبارات موجوده بالقاعده، هذه مجهزين حتى الكيبل نقول يكون على امتداد الطريق.
نعم، جهزناها اثناء عمليه صب القواعد اي، بحيث يكون سلاسه بمد الكيبل. وادخلنا الى وحده من الغرف المحولات حتى نعرف تفاصيل اكثر عن الانجاز اللي تم بهذا الوقت. مرحبا استاذ محمد. اهلا وسهلا بك. اي استاذ محمد، سولف لنا عن هذه الغرفه المزدوجه. حاليا احنا بغرفه مزدوجه ابعادها 9x6. هاي الغرفه تحتوي على محولتين. اي، معدات هاي الغرفه عندك هنا رينج مين يونت يربط به مباشره يعني الضغط المتوسط. عندك هاي هنا تحتوي على محولة، عندنا هاي الرينج مان يونت وهاي المحولة. نعم، إذا نقول حتى نوضح، هذا الرينج داخل بالكابل الأحمر خلينا نسميه، داخل كابل 3x150. نعم، ضغط متوسط. نعم، 33 كي في. نعم، حاليا يخرج إلى البانلات. هاي هي اللي هي جهة الضغط الواطي. نعم. إيه، يطلع من المحولة يروح للبانلات مال المحولة اللي هو 1x240. نعم. إذا أستاذ محمد، المحولة الثانية نفس التصميم العمل الأولى؟ نفس التصميم. نعم. ها جهة الضغط المتوسط وها جهة الضغط الواطي. نعم. هاي البانلات تقريبا كم بانل ذني؟ بانلين هذني. بانلين. اي. نعم. اي، كل محولة بانل. هاي خاف لا سمح الله يصير أي طارئ يعني يتم قطع التيار الكهربائي من هاي البانلات عن المنازل. نعم. نعم. إذا هذه الغرفة هي كنموذج، وأكيد أكو غرف مشابهة لها. نعم. أكو غرف مثلها تماما 9x6، أكو غرف مفردة محولة واحدة 6x6. في ختام الجولة نوضح إلى يعني أهالي المنطقة إيش قد تقريبا نسبة الإنجاز الفعلية؟ نسبة الإنجاز الفعلية تقدر تقريبا ب 70%. بعموم العمل يعني. عموم العمل. نعم. 70% تقريبا. أما على المخطط ف 62% تقريبا. نعم. إذا شكرا أستاذ محمد مرة ثانية، تعبناك اليوم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. كل الهلا. متابعي المربد، انتهت جولتنا لهذا اليوم اللي كانت مع شركة أبابيل، وهي تجري أعمال متنوعة في الإفراز الأساتذة ما بين تبريد وما بين أيضا غرف الكهرباء ونصب قواعد الأعمدة. إن شاء الله ألتقي وياكم جولات مقبلة. تحياتي لكم رياض البزوني، مع السلامة.